ملفات الصخور الحارة خليل لبس الياحي إلى مدينة فاس العاصمة العلمية. التاريخ خليل لبس الياحي عداء دولي. كنبغي نشكر الناس ديال المدينة، كنبغي نشكر الجامعة ديما على التنظيم ديال هاد الماراطون. الحمد لله تمكنت في تحقيق الرتبة الثالثة مع الدائين من الطراز الكبير، الرتبة الأولى مغربية. هذا شرف ليا وإنجاز ليا. كنشكر مرتي الزوجة ديالي اللي كتشهر مع تسهر على التدريب، المدرب ديال السي عز الدين العالمي اللي في السراء والضراء ديما معايا، والديا والأسر الرياضية الصغيرة والكبيرة الفاسية ولكم كإعلامي. كيف تهدي هذا الفوز هذا؟ لصاحب الجلالة طبعا والوزارة الرياضة والجامعة الباكية وكل إنسان سواء كان كبير ولا صغير كيساهم. إذن هو اعتراف لما قامت به. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله مدينة أكادير ولات كتوفر على ماراطون لخصوصية دولية، وهذا شرف لنا، شرف مدينة أكادير اللي مسوقه سياحيا خصها تسوق رياضيا وتولي معروفه بماراطون اكادير الاخضر. الحمد لله الاجواء دازت جميله، السباق جميل، المدار جميل. كان يوم بدون سيارات في اكادير. كنشكروا الشاكينه المحليه، السلطات المحليه على راسهم السيد الوالي، السيد العمده، الشرطه، القوات المساعده، الامن، كل شيء كان واقف الحمد لله. وشكرا للساكنه وشكرا لكل من ساهم في هذا النجاح من قريب او بعيد، وتبارك الله الجميع. اهلا وسهلا. هذه مره واحده اخرى كتبين مدينه اكادير بانها في مستوى من تنظيم سباقات الدوليه كبرى. الدوره السادسه عرفت نجاح قوي، واكبر دليل هو الفوز الكيني موزيس بالمرتبه الاولى عند الرجال، وايضا البطله الاثيوبيا. هناك تحطيم رقم قياسي عند السيدات، المراكز الثلاثه الاوائل اللي السيدات كان فيها تحطيم رقم قياسي. بالمناسبه نشكر كل من ساهم من بعيد او قريب بنجاح سباق اكادير. نعطي ايضا موعد السنه المقبله بان هناك سباقات كلاسيكيه ستنظم بجهه سوس، هناك بطل سوس. ومرة شكرا للامن المحلي وكل المستشارين. السلام عليكم. نور الدين كريمي، رئيس جمعيه اكادير للدراجه الجبليه. اليوم حنا كيف كتشوفوا كنشاركوا في الدوره الخامسه لماراطون، الدوره السادسه لماراطون اكادير الاخضر اللي كيحمل الشعار تاعو اكادير مدينه خضراء، وحنا كذلك الشعار ديال الجمعيه تاعنا لنحافظ على البيئه. كيف كتشوفوا حنا حاولنا نشاركوا بصفه رمزيه باستعمال الدراجات الهوائيه كاحسن وسيله للتنقل في خلال هذا الماراطون مرافقه الدراجين. الحمد لله الامور دازت كما يجب، وكنتمنى ان الساكنه ديال اكادير تستوعب وتستافد من هذا السباق وتحاول ما امكن مره دير يوم بدون سياره باستعمال الدراجات الهوائيه حفاظا على البيئه وكذلك حفاظا على الصحه. كيف تنقولوا بالفرنسيه جوان دغلوتي لا لاغريابل. الدوره ناجحه بامتياز، وكنشكروا المنظمين صارين على تنظيم هذا السباق. ولنا موعد السنه المقبله ان شاء الله مع دراجين اكثر، ولما لا يوم وطني او يوم خاص بالدراجه بين اكادير وبدون السياره. وشكرا.